اليوم عندي شقة 4 غرف وصالة، دي نظام دوبلكس بسعر جدا مميز. الشقة زي ما قلت بتيجي دوبلكس. خلينا ابدأ لكم من المدخل. هنا ده مدخل الشقة، ده هيبقى هنا ده مدخل البلوك نفسه على الشقة على طول، يعني مش محتاجين اسانسير ولا سلم ولا اي حاجة. هنا عندي ده مدخل الشقة بيجي بالشكل دوت كده، بيجي عندي في الطابق دوت صالة وغرفة ومطبخ، وعندي هنا حمام، وتحت عندي 3 غرف نوم بيجي معاهم 2 حمام. الارضيات كلها انا عندي الطابق ده كله الارضيات بتاعته سيراميك زي ما احنا شايفين. بعد كده بنيجي على الصالة، بتيجي بالشكل دوت. عندي الديكورات الاضاءة اللي في السقف، عندي الشباك هنا، عندي شباك برضو من الجهة ديت بقدر اشوف طلة البحر. طبعا طلة بسيطة مع المدينة. انا عندي هنا الساحل حوالي بالظبط ممكن نقول 2 كيلو بالظبط، وابقى على ساحل باشس كده. بعد كده عندي هنا ديت غرفة بتيجي بالشكل دوت، مساحتها كويسة. وبعد كده بيجي عندي المطبخ، ده شكل دولاب في المطبخ، زائد بيجي مع المطبخ في عندي بلكونة. عندي هنا دي كده البلكونة بالشكل ده، بلكونة ممتدة معايا لحد الآخر. هيجي عندي هنا دوت حمام ليخدم الصالة. بعد كده بننزل تحت غرف النوم، هيجي عندي 3 غرف نوم تحت. عندي هنا ده حمام، وهنا مكان لغسالة الملابس، وعندي هنا غرفتين نوم يخدمهم الحمام اللي احنا شفناه. الغرف مساحتها كبيرة، يعني ممكن حوالي 3، الغرفة دي حوالي 3 في 4، ودي تقريبا 3 في 3. يجي معها بلكونة، هنخرج للبلكونة دلوقتي. وديت مساحتها 4 في 5، الغرفة ديت مساحتها كبيرة بالشكل ده كده، وفيها الحمام خاص بيها، بس للأسف الحمام شاور ومغسلة بس ومفيش جلسة. يعني كان عمل فيه جلسة لأن الغرفة فيها مساحة كبيرة زي ما احنا شايفين. وعندي بلكونة بره بالشكل ده، دي ممكن مستقبليا تبقى حديقة، دي كده نستخدمها نفتح فيها ونستخدم الجزء ده الخاص بالشقة. هسيب لكم التفاصيل كاملة في صندوق وصف الفيديو.